أنا اليوم بمدينة تلقب الخضراء. مثل ما بنعرف كلياتنا أنه العلم نور، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بطلب العلم. فهلأ راح أترك لكم شوية مقتطفات كمان من مشوارنا لمعرض الكتاب. السلام عليكم، كيفكن أخواتي؟ الله يسعد لي إياكم يا رب. أنا اليوم بمدينة تلقب الخضراء، التحقت بركب الثورة من بداية الثورة، وحتى عارضت النظام من قبل الثورة. أنا اليوم بمدينة إدلب الخضراء. كثير ناس بتفكر انه ادلب ما فيها شيء الا القصف والدمار والخراب، ما بيعرفوا انه ادلب عم تتطور وتزدهر بشكل كثير كبير وسريع. هلا شو رايكم رجعكم شوي على مشوارنا باسواق المحرر وبرجع بكمل حديثي معكم. الاسواق بادلب على طول مليئه بالناس، المحلات والمطاعم والمنتزهات كلها شغاله وعليها ضغط. حتى بأسوأ الأيام إدلب وأسواقها دائما مليئة بالناس ومن جميع المحافظات السورية، وهي الصور قدامكم بتأثبت هذا الكلام. مثل ما بنعرف كلياتنا أنه العلم نور، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بطلب العلم. كلياتنا يمكن أو أغلبكم شاف عدد الطلاب اللي موجودين بجامعات إدلب وعدد الخريجين اللي عم يتخرجوا بجميع الاختصاصات، ولو فعلا مثل ما عم يتم الترويج على سواد إدلب ما كنا شفنا هاي الناس عم تسعى للرقي بالمحرر. هلا راح اترك لكم شويه مقتطفات من مشوارنا لجامعات ادلب برجع لكم. لما بتوصفوا مكان بالسواد ما كان تنظم فيه معرض ضخم مثل معرض الكتاب اللي فعلا اثبت لنا انه نحن شعب بحب الثقافه وبحب العلم وبحب الحضاره. ومن خلال مشوارنا لمعرض الكتاب تبين لي وشفت بعين الاقبال الكبير اللي صار على هذا المعرض. فهلا راح اترك لكم شويه مقتطفات كمان من مشوارنا لمعرض الكتاب. بآخر هذا الطريق في ناس مرابطة بأخطر منطقة بالمحرر واللي هي الكبينة، وقت رحنا زرناهم وسألناهم شو سبب رباطكم لحد الآن وشو الله جابركم، هيك كان جوابهم. صار لك سنتين ترابطهم؟ سنتين. شو الله جابرك؟ ليش نسوي الحمد لله رب العالمين. جاد في سبيل الله. السبب أول شيء دين الله عز وجل والعالم اللي خسرناها الأخوة المجاهدين والقتلة. يا جماعة الخير، الشباب اللي واقفين هون، الشباب اللي مرابطين هون، أقسم بالله رب العالمين مثبتهم. أولاً الخطورة اللي موجودة هون اللي شايفة أنا بعيني، ثانياً موضوع البرد اللي عايشينه يا جماعة شيء ما طبيعي. بفضل رب العالمين ثم بفضل هاي الناس نحن قاعدين ببيوتنا ومتنعمين وعم نتدفى ونتاجر وناكل ونشرب وكل أمورنا شغالة. بس في سؤال أنا حابب أسأله للشاب اللي موجود معي. لا سألتك من شوي مواليدك، هيك كنا بسيرة عابرة، قلت لي مواليدك 2000، فعمرك تقريبا 22 سنة. صحيح؟ صحيح. السؤال اللي بدي أسألك يا بالله عليك بتجاوبني فيه بكل شفافية وبصراحة، أنت مرتاح برباطك؟ إيه كثير الحمد لله. جوابك سريع، مرتاح برباطك؟ إيه كثير كثير، لأنه رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، الدنيا وما عليها. هدول الناس اللي شفتوهم هلا هني أخي وأخوك، واجب علينا احترامهم وتقدير عملهم، هني وكل المقاتلين اللي موجودين على جميع جبهات المحرر. لأنه نحن أبناء قضية واحدة وأبناء ثورة واحدة، والأهم من هيك أنه نحن أبناء دين واحد. وأنا حالياً موجود بساحة السبع بحرات، مكان ما صار الاحتفالية بذكرى الثورة. لهيك رح نرجع لمشوارنا بذكرى الثورة، فخليكم معنا.
قدامنا ندوس كل الجيوش الروس ما قدامنا ندوس كل الجيوش الروس. طبعا نحن حاليا ب 10/3/2022 من ضمن تجهيزات الاحتفالية بذكرى الثورة هي تجديد هاي اللوحة اللي كلياتكم تعرفوها. كلياتنا 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 خير. عم شوف همم وعم شوف ناس ولا كأنه عايشة بحرب صار لها 11 سنة. ذكرى الثورة هو شيء مميز عند كل إنسان حر. كل إنسان عم تشوف الفرحة بوجهه، كل إنسان بتحس فعلا جاي هو يشارك ويعبر عن 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 اللي جواته. إدلب خضرة، إدلب بعمرها ما كانت سودة، إدلب خضرة بفضل الله ثم بفضل شهداء أو ثوارة، إدلب خضرة بتكاتف جميع السوريين من جميع محافظات سوريا. يا جماعة نحن أبناء ثورة وحدة وقضية وحدة ومطلب واحد، خلوا تعصبكم لثورتكم فقط، خلوا التعصب للثورة فقط، تعصب للثورة فقط. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك.